احب اقول لقناه النادي الاهلي يعني مرور 10 سنين كل سنه وهي طيبه. قناه النادي الاهلي طبعا اول قناه رياضيه للنادي الاهلي او للانديه على مستوى الدول العربيه وعلى مستوى افريقيا. النادي الاهلي دايما سباق. قناه النادي الاهلي كانت في عهد مجلس كابتن حسن حمدي، وده متهيألي يعني اعظم مجلس انجازات حصلت في تاريخ النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ويمكن دايما النادي الاهلي رائد وسباق في دايما في كل حاجه بيعملها. قناه النادي الاهلي طبعا اول قناه يوم 6/8/2008 تم افتتاح قناه النادي الاهلي، واول شركه انتاج اعلامي في الوسط الرياضي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، اللي لسه قانون الرياضه معمول 2014 وبنتكلم في الاستثمار. فالنادي الاهلي برده كان هو الرائد دايما. فبقول لفنان النادي الاهلي طبعا كل سنه طيبه ودايما في تالق، ودايما انت المنبر بتاعنا الاعلامي اللي بيتكلم بصوت النادي الاهلي، اللي بيتكلم بحياديه للنادي الاهلي، اللي بيدافع عن النادي الاهلي بشكل موضوعي وبشكل جيد. فاتمنى لها دايما التوفيق ان شاء الله وطاقم العاملين اللي فيها كلها. وانا ببقى سعيد جدا وفخور ان انا بنتمي للنادي الاهلي وبطلع في قناه النادي الاهلي، فربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. اتمنى لقناه النادي الاهلي اللي هي دايما تبقى عند حسن ظن جماهيرها. اتمنى لقناه النادي الاهلي التطوير اللي بيحصل دلوقتي في عهد مجلس كابتن محمود الخطيب، اللي هو اللي انا شايفه واللي بسمع عنه واللي انا متابعه جيدا، اتمنى اللي يكون هو ده التطوير اللي بيحقق طموح جماهير النادي الاهلي، بيحقق طموح عائله النادي الاهلي، بيحقق طموح كل الاهلاويه اللي موجودين. ان شاء الله باذن الله دايما يعني مش عايزين غير حاجه واحده، بنفتخر بالنادي الاهلي، بنفتخر بقناه النادي الاهلي، واحنا دايما عايزين قناه الاهلي دايما تبقى هي المنبر الاعلامي اللي بيوصل صوت النادي الاهلي الحقيقي دون اشاعات، بيوصل صوت النادي الاهلي الحقيقي بحياديه لجمهوره، بيوصل المعلومه اللي بجد، بيوصل المعلومه اللي مجلس الاداره فعلا بيتخذها والاداره التنفيذيه بتتخذها دون اي تحوير في الكلام او تحريف للكلمات اللي موجوده. فدايما انا بقول لجماهير النادي الاهلي استنبط معلومتك دايما من الحاجه الرسميه الخاصه بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي المنبر الاعلامي الرسمي ليه قناه الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي والمركز الاعلامي، ما دون ذلك احنا ليس لنا علاقه بالا هذا الخط الشرعي اللي احنا محددينه لينا وبنتكلم فيه دايما بمنتهى الصراحه، بنتكلم فيه دايما بمنتهى الشفافيه، ما بنخبيش حاجه على حد. هي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنطلع نقول كل اللي احنا عايزينه في الوقت المناسب وبنعبر فيه عن رأينا في الوقت المناسب هي قناة الأهلي والموقع الرسمي للنادي الأهلي.